يا نقار، والله وزهت لك ليه، والله لو كنت مصدق. انا دزت عند البرلمان، اخلاها الدار، اخلاها. قوم قوم شني، قوم انهض برا عبيده بس الغاز. قوم قوم انت نهربي وانت بارد خاتيك. ما انت حتى فرحه في حياتي، لازم تشومي هاي توق دبوز غاز تو. لا انت دبوز غاز تو هنا. قوم عبيده بس الغاز، صايب لك العشاء بعد. قولي وين العشاء. قوم حتى العشاء، حتى جي ما فقدتوش. شوفي انا قدامي ما ينجم يعمل شيء في حياتي. والله يا بخت واحد، راني داخل على مصيبه، راهو مستهرت البرلمان، يودي فيها راهو الميزانيه، راهو فيها تسمي القوانين. مين تاع قوانين؟ هاك وحدك حطيت روحك في هالمصيبه. الله غالب، منو اللي حطك؟ منو اللي لزك؟ زرت خوك، زرت خوك. راشتي هاي الناس الكل مقدمه، هاي الناس الكل مقدمه على قدمنا. ترى شكون سلكني بها تو؟ خي ما مدخله شيء، ما مدخله حتى شيء. وحدك حبيت، وحدك اللي لزيت روحك على هالمصيبه، وحدك تحب تحط روحك بالمسؤوليه. عندك شيء؟ الرجل فضحني، تفضحني في القهوة. انسيبي مترشح، انسيبي مترشح. الناس تقول لك عفني حشمت على روحي. سبحان الله، يعني اللي يقول لك انسيبي مترشح لازمك انت تمشي تترشح. وانت منطق منظر معي في البرلمان النقاه. اي ولي سامعيني عاد الكلام، ولي سامعيني عاد الكلام. عاد خير سكني برا عاد. هاي قاعدة شو حديث هذا؟ بالله اسكت اسكت اسكت. من الحكاية وانت ترغي، هالربي وانت ترغي تشكي وكذب. تو الناس القهوة عابدين. يا نقار مبروك، يا نقار شنو مبروك شنو؟ مال هذا بحالهم علي ليش؟ الاخرى ماكش خالط هكا باش تذبح حاجه مرمى شويه تحط علي ليش؟ فرق على ناس الحم. والله مش نذبحك انت، والله مش نذبحك انت خير. خير عندي قلبي هني، تمني جاني. برا دبر راسك. 700,000 مدوهم لي منا وخذت افونس من البنك ب 200,000، هاي 900,000 الشعب. نعم مبروك هني. نعم خير ربي، غير انت باكا ما تحمدش ربي. ها ربي وانت تشكي وتبكي. انا نستنى ان شاء الله يهدي ربي قيس عين يتحرك على الاقل وينادينا. انت ما كلمنا حتى حد. هو له بك انت برك عنده كان انت هو في راسه. ما مربوطه، مربوطه باللجنه نتاع الانتخابات. قال لك لما تخرج القائمه النهائيه تقول عليه الواحد عامل كونكور في البعض. صبي كاسيه دور رجال. اسكت. شنو هذا؟ تيه انا قال ليش هكاك انت وشرايه ما كسبنا هذيك نركضوا عليه. سكر وين؟ خمر سكر. وين السكر؟ وين السكر؟ مش مشيتش غطل لابس. ارطل فيك هو هكا خي تولي ان شاء الله بقى نايم في البرلمان وتجيب لينا السكر وتجيب الزيت والقهوه والسميد. في بالك حتى بايا جارتنا قالت لي ما نو راجلك باش يولي في البرلمان، وصيها على شويه سكر شويه. ايه ماشي ماشي للبرلمان على السكر. هذا لا مخك شعطر، اللي ماشي البرلمان على السكر. ماذا فعلت؟ ماشي على المشاريع، ماشي على التنميه في البلاد. انا ماشي بتصلح البلاد غادي، وزيدي لي حاجه اخرى. انا ماشي غادي، ماشي باش نرد 10 ملايين نخلصوا في الانتخابات. خويتي خويتي. باهي اسمعني اختار من هذا الكل. اهي راك تضحك. اي راك خليتني فضيحه في الحوم. اش يبنى علي ليش ناس الحوم نفرحوا بالجيران فرحين بينا؟ راك وليت في البرلمان. اي نذبح لهم. اي الاخرى ذبح لهم طيبوا لهم قصعه. شوي صبر يا حتى اللي حاسس راهو مش كاني. والله في القهوه تلولي وجه. فرج البارح ما خلى ما قال لي قدام الناس الكل. ها؟ قال لي باش ماشي للبرلمان، الناس الكل سيرت الدم، الناس الكل بالحم. ها وقال لي تعيط في الحمله الانتخابيه الهبره تجيب الهبره. بس منين باش نجي؟ منين؟ كلمي خوك خلي يسلفنا. خاي مسكين منين جيته خاي؟ نهار كله هو تعيط من جهه من جهه. ما عندوش. قال لي كل ليله هو في القرنه. بلاستيكه يهبط. حسب الجماعه ما همش يقولوا لي. حاسدو انت. هوني كان جاي عندي راني ذبحت. الحال حال الله، هاك تشوف. ترى تصرف تصرف احرق، كلم اصحابك، كلم جماعه البرلمان. يسلموا. شكون مش كلم؟ شكون مش كلم؟ المراه مش نزيد في راسك، هاي كلمك. اكلم فلان هذه بعد تقول لي هاي. كلمه واحده. شنو تقول لي بالكلمه تو عاد؟ انت نهار ربي وانت تبخص فيا تبخص. تبخص فيك احترمي. اه بختر. اه يا السلام عليك. اه وجي اخوك تو يفوت الحكايه. اه وجي اخوك. اه وجي ايش نحرشوا فيك؟ اسمعني. ودي اختك بتضبعني. والله العظيم بتجنن يا راه. شنو هي تو اختي وقت ما تتضبع وتجنن 20 سنه معرس بها. اش بيك دخلت المجلس بديت تطلع في الجرينات؟ لا لا هي 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 من اللي قالوا لها ترشح المجلس المراه ولد خالتها في روحها. هاي صب صب الكاستيه. وشان الفطور عاد فاهم عاد زهوم حطي لحمه بيها يا راني جاي دار النيل. لا خلينا كل نقبطوا على حكايه اللحم. كان النهار مغلق على حكايه اللحم. عشان ما ذبحتش؟ ليش نذبح؟ منين اخي عندي نذبح روحي توني ولا شيء. بالحرام بوجادي ضربت معاك وطلعتك لحد كان يتوقع انت مش تطلع المجلس. ها؟ اصبحت تصول وتجول. ماني قلت لك اسمع كلامي ليه؟ تحب على ليش؟ نحط لك هنا 50 علوش. هادي استنى على محمد. كيفاش 50 علوش؟ اسمعني هني راني نذيب، لا عندي سرقه، لا عندي تخدم اخرى لا شيء، لا ماشي باش نخدم الشعب. الشعب اختارني انا مسؤوليه قدام ربي. توني كلمتك على السرقه وكلمتك على ما راني نجي. مش نطلب، اه مانيش طلاب. ما تطلبش. تجيك عزيزه غالي العلوش، ورد بالك تخمم نهار اللي هنا مش نهز نسيبي
معناها ماكس بلا وار عطيها لك معناها عين من عينيا عطيتها لك معناها لا نورت يا بالحرام عود نتاع كاس يا مدهل بلا خليني ساكت اه يسمعني اسمعني انت ما قمش للمجلس تو تحب الحق راني خايف من المجلس ما ها نحكي لك صراحه انت نسيبي وما يخبى عليك حتى شيء خويا يقول لك فيها قوانين غير نتاع قوانين انا جيتك هاودي بجده لقيتها بجده ودخلت للمجلس وانت تصور وتجول وانت ترمي في الفلوس زرقاء لقيتها الكباريات عفسوها بالفلوس خلي انت اسمع كلامي انا واسمع تكتيك انا راني من الصغرى والله اني خم مقدم استيقاظ اسكت نكبه شنو الناس صرفت من قلبها فلوس ما هي فلوس تصرفت وعلاقات وتليفونات وناس ركبوا صار على هذا باش يطلع لنا اخويا كيف تقول لي عاد تسلم التجاره ولا ما تحكوا في قانون كيفاش نتكلم نعرف نتكلم ليا اودي لا تدخل في السلوم ولا في الدروج شنو فيهم انت اسمع كلامي ثم بيعات يعملوها في وسط المجلس بيعات اي تمرير القانون اسمح كلمة تمرير القانون ما يسمع فيها اللي يقول له ها مراروها ها مراروها ها مراروها انا قلت لك حاجه مره ياكلوا فيها غالي اي مره عيشتك ان شاء الله يحكوا على تمرير القانون كيفاش يعدوه القانون كيفاش يعدوه اه هذو مجموعه شركات يحبوا يزيدوا مثلا في المنتوج نتاعهم 50 ياه ولا دينار في المنتوج يجوا يلموا اربعه ولا خمسه من المجلس يعطوهم مرشين ويقولوا لهم صح ما تقوليش كيفاش حيد انت تفهم الاكاديميه كيفاش ما تكون راسل ني راني عمري كامل عديته في التجمع كالسوسه لقيتها قوانين هذه كل واللاعبين والتقنبين نتاع قبل الليل واخر الليل وسترقد تكلهم وتزيدهم 10 نقصلهم 100 زيدهم ما نقصوش ما خلاص يعني ديما يزيدوا اسمعني باش نتك واش معناها كتلوت ولا كتلول ولا شنو؟ كتله اي كتله يرحمها الفم الكتله البرلمانيه اش معناها؟ يجوا جماعه مهم يسالوني غادي يقولوا لي كيفاش كتله كتلك ولا حاجه يجوا جماعه يتكتلوا مع بعضهم شنو يتكتلوا؟ خي عركه بالله فلا لا محمد ما عرفتش عركه والله انا نستاهل اسيدي خلينا كل مره نقول مكتوب خوي ما تكتلناش على ود فرج تعاودوا نحكوا على كتله برلمانيه ما فهمتش خلاص دخلتني بعد عمري كامل اش معناها كتله فهم اش معناها كتله؟ قلت لك يجيب هذا وهذا وهذا يتلموا ويتكتلوا مع بعضهم ويولوا كان جاي قانون يعدوه كيما يحبوا كان معج قول لي عادي يولوا برشا اصوات معناها مع بعض هذيك هي اللي تسمى كتله هذيك الكتله اللي يخدموا عليها باه ما جيت كلمه ما سمعت على كلمتني باخت اختي قالت لي لا ذبحنا لا سيلنا الدم قعدنا عاره في الدوار كله او سمعنا نهدي اش بيك تتنهدي باه بابا حنا كامل تشك في الدجاج اسكت برك قالوا دجاج مادام خوك حي الليله يبات عندك اربعه بريكس الليله يباتوا عندك تبعني واسكت باش نهزك ناس محترمين وناس بالثقه وبالقدر ارفع لي راسي ويعدوا من غير حتى شيء باش تاخذ امن المهم تكون خفيف خاطر باش يمشوا يطلبوا حاجه مني ولا كذا اسمعني رمى بلا حرام يطلبوا لك شيء اسمعني وحتى كي مش تكلمهم قول لهم دوبك ما ينادينا قال يستعين ونأدوا اليمين ونمشي البرلمان تو ناخذ السلفه من البرلمان المغرب حتى من النواب يستلفوا قال لك النواب اصحاب هذيك يسلفون ما ترجعلهمش هذوما مش مدوك بالميت خذ من هنا وطفي الضوء ليش ما جونيش بكري مال هذا ها مش نهزك عاد انا وقول نسيبي خايف عاد هاي حظ الروح والله ما نعرف جرتك ماك العام راهي الجره نحسه الله يقدر الخير لا لا ما في لا بيه بركه ستي صبي كاسي خلينا نشوف اخرتها شنو مثبت اش تقول انا قلت لك خلي تقيل القيله ويبات الحس وتنقص العينين وتو نمشي انا وياك ماشي نسرك تو انت قلت ماشي جماعه اصحابنا باهين قول لي هكا قول لي هكا ما يحبوش يقولوا بعيني وممكن ناخذوا حاجه ناخذوها حمرانا حد ما شفنا حتى حد والله قلت حق السطر بيه السطر بيه خاصه النيب تو والله وليت خايف على روح تصور امس وقف معايا شادلين هجال ونتلفت هكا وهكا عندك حق عندك حق هاي اسمعي تو هكا خليتني تغير عليك هذاك هو عاد ما نسوي كل كاكره اسمعني هاي حظ روحك او شوي بخرى وندب ونقصد ربي هاي كمل كاستي ونقصد ربي وانت ادعي لي قول ان شاء الله ربي يحفظك يا ربي سيدي وانت ربي معاهم يا ربي ضوي لي وجهي ويجي نتابع المشوم ان الله يقدر منكم الخير هاي قاعد كف روحك وغطي وجهك باش ما يلحق حتى حد علاه نغطي في وجهي هاو دير اخني تو مش كيما قبل والله قلت الحق هاي يا سيدي شو شوي عاونينا بالدعاء ادعي عليه يا ربي وانت ربي يهزكم سالمين ويجيبكم سالمين تنساش تبوس الغاز معاه يا ربي وانت ربي تو بعد ابوس الغاز كي تنسوش تنسوش نروحوا تو نجيبوا اي مازالت بعيد البلاصه اسكت وغطي وجهك علاش نغطي في وجهي خليني نسرق هاو دير اخني في البرلمان هذوك العباد يحبوا يتصوروا معايا كاش بيه والله قلت الحق بالحرام يا فتحوني توك نصور نقول لك اسمعني اش في موش محلول الباب يا ودي خافوا من السريق راهم هما مسكرين على السريق والله قلت الحق اقسم بالله حتى السريق هذا ما عاملين بعمل الناس الكل مليعه غير نشد البرلمان تو تشوف السريق ما ثم حد باش يستقبلنا هنا يا اخي هاو هما يعملوا الربي راهم ريتهم يعملوا الربي هما يحبوا ما لهم حد مش عرفت مجموعه ضايق تعمل الربي نهار كلك تحت حس مس
والله الواحد حب يشكرهم. شد عندك شور لي. لا سي. ما شاء الله. والله تعرف أول مرة نشوف ناس كورة ما كما كمدلوا يقدروا منه يبو يعطوا. أما حطيتها حايدة تسيب والله قطعي. والله قطعي. تتكلم بشوية رب رجل. خلاص نتكلم بشوية نعرف شو. تمي يحبوه وشيح. ما يحبوه حبوه بسطر رب كل شيء. سمح. سمح والله يزنن. هاي ايش اختار عدني والحجم. هذا الكبير هذاك. يا ودي الكبير زيد علينا كوش خمس بنزوه. نظر ماشيين جايين تدا حنية الناس ياكل قومن هزك الريف هذاك حتى في الحمالي سيعدك هز هذاك الريف هذاك أنا هزك عبتين لاني شهية تو هاك قلت كعبتين هز انت هذاك وانت شكون شي واحد هذاك شكون شي حاجة شكون شي واحد الناس اللي جايتني الناس اللي فرحتني انت مالي قال حسابك انت هذاك الريف لازم تحمل هنا باش تكشف لك الكيس كيف هذاك خارج كيش الكيس ما نقول لي من الاول هاك هاي برا مشي من غادي برا من غادي تو الراجل كريم يحب يعطينا حوايج لليل وانت عم تنفضع هذه مش تيش فاهمه تاكل فاهمه تاكل فاهمه تاكل هذيك عملها مش وانت وبخت تو نجي غدوه نرجع نوريك نجيب واحد وخص تحت شو نقول كل مره ماشيين جاي تو انت خسر حاجه تصعب ايه علاش ما تجيبش انت هذيك هاني بركوس هذيك ولا فتيمه هذيك يا ودي خلينا نهزوا هذيك تقول لك انت مش تحمل هذيك ولا مش بكري شنو هذا شنو شنو شكون شكون سالم يكلم ولا سالم يا سالم اجري سالم اسمع كلمونا الفيلم كلمونا الفيلم هادي قول السريق شد قول السيد النائب شد السريق هني برا مش فيسح برا فيسح شد اشي يا حلو اشي سايم ساي عجب عجب ساي اوخ ولا شد لك سيري اشري ساي ساي العلوم ساي العلوم شنو؟ 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 شن